متابعينا من جديد في يوميات الكان. مواجهات من العيار الثقيل كنتظروها في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد ما تأهلت 8 المنتخبات من بينها 2 المنتخبات العربية اللي هي تونس والجزائر. غادي تنطلق اليوم أولى مباريات ربع النهائي. منتخب السنغال غادي يواجه منتخب البنين، أما منتخب نيجيريا فغادي يلعب ضد جنوب أفريقيا. أما المنتخب الجزائري فغادي يواجه يوم الخميس ساحل العاج، أما الأسطول قرطاج فغادي يكونوا على موعد مع منتخب مدغشقر. صافرة مغربية غادي تفصل بين منتخب جنوب أفريقيا ونيجيريا بقيادة رضوان جيد رفقة ثنائي المساعد حسن أزكى ومصطفى أكركاد. والإشارة فتقنية الحكم المساعد غادي تظهر لأول مرة في تاريخ البطولة بدءا من المواجهة اللي غادي تنطلق اليوم. منتخب البيني كيتعتبر هذا أول ربع نهائي له في المنافسة بعد ما حقق مفاجأة النسخة الحالية بإقصائه للمنتخب المغربي. كانت هذه أخبار الكان لهذا اليوم، على أمل لقائي بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. السلام عليكم.